السلام عليكم، شخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم خواتاتي وخوتي. المهم الطاجين ها هو صوت دجاج فيه عطرية حامض، درت قزبور معدنوس، درت كامون، درت شوية البزار، درت شوية القزبور، درت الخرقوم، درت الحامض، الملحة، ايوا، ودرت الزيتون. المهم ودرت زيت العود، خليت الدجاج كيترقد ساعة، ورقدت في داك الحامض وفي داك العطرية، رقدتو ساعة. من بعد عاود غسلتو داك الحامض مزيان، هادشي من بعد غسلتو في الأول ملي نقيتو، حيت ليه الشحمة، حيت ليه الجلدة، حيت ليه كلشي. عاود درت ليه الحامض، شوية الملحة، عاود غسلتو من الحامض والملحة صافي. وانا ندير ليه ودرت العطرية كلها، ودرت التومة، القزبر، المعدنوس، شوية الحبيرة، الزيتون، البصلة. دابا نخليه كيتشحر، نخليه يتشحر مزيان، حيت غادي نخدرو بالخضرة. غندير ليه الخضرة تشحر، تدخل في ديك الدغميرة مزيان. هادي باش ندير الخضرة والحامض، كيما كتعجبني الخضرة في هذا في الطاجين. ممكن ديري الزيتون وشوية البصلة وهذا، ولكن أنا كتعجبني الخضرة نديرها مع الدجاج. المهم هو كيتقلى، تقلى مزيان، درت فيه شوية تاع بسيبيسة، كتعطيه واحد المذاق زوين. شوية قد طفات عليك، ايوا دابا كيتشحر، كيتشحر وتقلب، تقلى مزيان. مزيان هانتوما خوتي خواتاتي، كلشي كنبدا نقلب فيه باش يتحمر مزيان، ديك البصلة تذوب ريحة زوينة طالعة منه، باش تقلى مزيان. زويته ديال العود، شويه زيت ديال السمسم، ضروري كتزيد شويه ديال زيت السمسم، زيت الجنجلان ضروري كنزيد واحد الشويه. ايوا هاهو كيتقلى مزيان هنا. وجدت خيزو، بطاطا، واحد كبصلة البيضاء، والحامض بفلا حالة طبعا، يكون جوج خيزوات وجوج بطاطا كبار، وبداك الطريف ديال المصير، وفي فلا حارة. قطعتهم مزيان وغسلتهم مزيان، كنتسنى تتشحر الطاجين باش ندير الخضرة. لما يتشحر الطاجين، المهم الطاجين ها هو كيتشحر، كيتشحر مزيان، كنبقى نقلب فيه. هانتوما خوتي، هاد الدجاج برك كيتقلى مزيان، كيتشحر مزيان. هانتوما ضروري خصو يتشحر، خصو يزول البنات، خليه كيتشحر. ونحقو نصير باش يجي محمض. هانتوما خوتي، درت خيزو، خليته يزيد يتشحر شويه،
دابا خيزو دابا غادي نستف البطاطا حتى هي وندير الفلفلة المهم هو واحد شحال شحال بعد ما شحرتي الدجاج ولا اللحم وتكون داخله فيها العطريه كتعطيني كتاكليها كتديها كتعطي واحد البنه دائما اللحم ما تحطيهاش ديريكت الا ما كانتش مع ما هاد دايره فيها العطريه بشار دعني كاسه في العطريه تحتها في العطريه شي ساعه ساعه وهي هي مخمره في العطريه وحامض وتزيد تقليها مزيان صافي وكتحطي الخضره عليها تخليها تضرب حاجه حاجه في الزيت تحطي البطاطا تحطي الحامض هانتوما خوتي بطاطي استفت البطاطا طاجين عندي شويه كبير وانا ما بغيتش نكثر الخضره بزاف صفت البطاطا بدات خيزو الاول شوف هذيك اللوبيا شوف الجلبانه هما الاولين تحت ومن بعد درت هاد البطاطا البطاطات حنا قلال يعني غادي يكفينا هاد البطاطات يعني حطيت هاد البطاطات صفتهم مزيان ايوا غادي نمشي باش ندير الفلفلة ندير الحامض لا الحامض صافي نغطي عليه نخليه بالكتير بالكتير ساعة الا ربع يكون جاهز كثرتي ساعة الا ربع الطاجين ديالك واجد نمشي ندير هاد الفلفلة وندير حامض باقي غنزيد واحد شي حامض مصير كيما كتشوف الطاجين كي كيغلى كتوحل تسمح ليا كيبقى الحب تشحر بقا تحطي الخضره كتبقي مكديريش الماء تخلي ديك الخضره حتى هي كتشرب ديك داك الدقنيره تاع العطريه مكتجيش تكبي الماء على هذا مكتكبيش الماء على هذا على الخضرة في الأول كتشرب هذا حتى كتشرب كدير كدير في هاد العطرية تعطي مذاق العطرية تزيدها نص كاس تاع الماء ديريش الماء بزاف لأنو الخضرة كطلق الماء ديري نص كاس تاع الماء يكون سخون صافي خليه سدي عليه خليه هانتي شتي الخضرة كتطلق الماء وكتعطي العطرية لهذا شتي ها هانتي ما شتي ها شتي الخضرة كتدخل مع البطاطا بدات تشوف على القزبر من الفوق هانتي كتعطي كتفتحها كتزيد زيت من الفوق زبر مكنوس كنضرب القاعدة نزيد شوية تاع الماء نزيد شوية تاع الماء صافي كل سخون نص كاس تشتي المرقرة تلقات الماء الخضرة تلقات الماء ما تحطي الدجاج وتكبي الماء وهذا صافي كتمشي ديك داك البنة كتمشي مع الماء هانتي الخضرة كتطلق الماء
داك الشتات ديالي الماء نقصي البطاطا وخليه وخلي هذاك اللي الطاجين كبير على هاد الشطبه وهاد الخضره اللي ما محتاجاش الماء. الا كان على الفخر بزاف ما ديريش الماء انت راه كان داك الطاقه ديال الماء على العطريه العطريه وهذا الدجاج وخيزو كيف نقلنا صافي وغدا نغطيه دابا نزيد واحد نص كاس تاع الماء صافي ونغطيه نص كاس تاع الماء نغطيه صافي ونخليه هذاك نخليه نص ساعة ولا ربع ولا نص ساعة يكون جاهز لأن راه دابا شي 10 دقايق ولا 11 دقيقة هو كيطيب يعني بقي له غير شي نص ساعة ولا نتوما شتي نتوما شتي انا لما درت له ما والو ها الخضرة كتطلق الماء والزيتون نتوما الخضرة كتطلق ديري الشمر ديري الماء كون كتير في المرقة ولا